مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، اليوم راح أراويكم مناكير النمر المرقط أو الفهد. مناكير كلش عجبني يعني، وحبيت أشارك وياكم هاي التجربة. أنا جربت على إيدي اليمين اليسار عفوا، وما راح أقدر أجرب على إيدي اليمين لأني أكتب باليمين، بس عموما راح أراويكم، راح أمسح هذا وأراويكم. نحتاج في البداية إلى مناكير شفاف، مناكير بني غامق، مناكير بني فاتح، مناكير أسود، ومناكير فضي لامع، يعني هذا أبو اللمعة. أوكي، نحتاج إلى عود أسنان ودبوس. طبعا اللي عندهم أدوات الرسم على الأظافر راح يكون الأمر بالنسبة لهم سهل جدا، أما اللي ما عندهم يقدرون يستعينون بالدبوس وعود الأسنان ويوفون بالغرض بإذن الله. في البداية طليت ظفري باللون البني الفاتح، ثم ننتظر إلى أن ينشف، بعدين أطلي باللون اللماع الذهبي وانتظر إلى أن ينشف، بعدين نحضر اللون البني الغامق، نضع منه قطرة على ورقة بهذا الشكل، ونجيب الدبوس ونرسم نقاط متفرقة على ظفرنا. بهذا الشكل. بعدين نجيب اللون الأسود ونضع قطرة على الورقة، ونحضر عودة الأسنان ونرسم بهذا الشكل. بعدين نحط بعض النقاط بشكل متفرق، وصار عندنا مناكير النمر جاهز. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى لكم أوقات ممتعة، ولا تنسون تسوي لي سبسكرايب ولايك، وحطوني مفضلة، وشوفوا شروحاتي الثانية وفيديوهاتي الثانية، ولا تنسون تتابعون قناتي، وأشوفكم بالفيديو الجاي. أتمنى لكم أوقات ممتعة، ومع السلامة.